تبدأ نشرتنا الإخبارية من إسبانيا، فقد خلقت زوجة حارس ريال مدريد أندري لونين حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صورة فسرها البعض على أنها نقد مبطن لزميله كيبار زبالاغا. ونشرت أناستازيا ناستاسيكا زوجة لونين صورة لها بموقع انستغرام عقب فوز ريال مدريد على جاره أتلتيكو بخماسية مقابل ثلاثة يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية. وكانت الصورة من احتفال ثنائي بالكريسماس، بينما أردفتها بالعبارة بكل تأكيد رقم واحد في إشارة غير مباشرة لأحقيته بحراسة مرمى الريال. وأرادت زوجة لونين بهذه العبارة لفت أنظار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي لزوجها بعدما استقبل أري زبالاغا ثلاثة أهداف أحدها بخطأ منه أمام الأتليتي. وأشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها إلى قيام زوجة الحارس الأوكراني بحذف الصورة بعدما وضعت لونين في حرج بالغ مع زميله. ونبقى في إسبانيا، حيث يرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني ستكون متكافئة. وبلغ برشلونة نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه بنتيجة 2-0 على أوساسونا أمام ريال مدريد، فقد أطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير بخماسية مقابل ثلاثة. وقال تشافي في تصريحات لقناة أساس السعودية: خذنا مباراة صعبة، لقد عانينا كثيرا، قمنا بتغييرات إيجابية وحققنا انتصارا مستحقا حيث صنعنا الكثير من الفرص. سنخوض كلاسيكو جديد ضد ريال مدريد ونتمنى تكرار نتيجة الموسم الماضي. الكلاسيكو مباراة متكافئة دائما، ورأينا بالأمس كيف فاز الريال على أتلتيكو مدريد. أتمنى حسم الكلاسيكو والتتويج بالسوبر الإسباني يوم الأحد القادم. وبالتوجه إلى ألمانيا، فقد أنجز نادي بايرن ميونخ أولى صفقاته الشتوية مساء الخميس بضم نجم توتنهام هوتسبير. وأعلن بايرن ميونخ في بيان رسمي تعاقده مع إريك داير لاعب توتنهام هوتسبير، وأوضح البافاري أن اللاعب وقع على عقد لمدة 6 أشهر فقط ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2024، لكن العقد يتضمن خيار التمديد لعام إضافي على أن يحصل الدولي الإنجليزي على القميص رقم 15 في بايرن ميونخ. ومن جانبه أكد كريستوف روند المدير الرياضي للنادي أن المدرب الألماني توماس توخيل سيعتمد على داير في قلب الدفاع رغم أنه لاعب وسط. وسبق لصاحب 29 عاما لاعب كقلب دفاع في السنوات الماضية، مما جعله متمرسا في هذا المركز. أما في إنجلترا، فقد أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع مدافع جنوى الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجارية. وقال توتنهام في بيان عبر موقعه الرسمي: يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع رادو دراغوسين مدافع جنوى بشرط الحصول على تصريح العمل. اللاعب الروماني وقع عقدا طويلا معنا حتى عام 2030 وسيرتدي القميص رقم 6. هذا وكان دراغوسين البالغ من العمر 21 عاما قد ارتبط بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ، إلا أن نجح في خطف اللاعب والتعاقد معه لتعزيز خط الدفاع. وتشير عدة تقارير إلى أن صفقة دراغوسين تبلغ 25 مليون يورو كقيمة ثابتة، بجانب 5 ملايين يورو كإضافات تتعلق بأداء ومشاركة اللاعب. وننهي نشرتنا في السعودية، فقد وجه اتحاد جدة أنظاره إلى أحد نجوم الدوري الإسباني من أجل الحصول عليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ورغم إبرامه مجموعة من الصفقات المميزة في الصيف الماضي وعلى رأسها كريم بنزيما، إلا أن اتحاد جدة لم يحقق النتائج المنشودة. وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تحرك اتحاد جدة للتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد، وأشار إلى عزم مسؤولي العميد على بدء محادثات رسمية مع إدارة النادي الإسباني في القريب العاجل أملا في ضم كوريا. وشدد رومانو على أن الصفقة لن تكون سهلة على اتحاد جدة، وستعتمد على المقابل المالي الذي سيعرضه الفريق السعودي لإقناع الأتليتي. ويأتي هذا التحرك في ظل تولي الأرجنتيني مارسيلو غايردو تدريب اتحاد جدة، وهو ما دفعه لطلب المتعاقد مع مواطنه كوريا في أقرب فرصة.